السلام عليكم، معكم علاء. رجعت لكم اليوم فيديو جديد. اليوم معي قطعة مميزة، هي ان بيفورمانس درايف ادابتر. هي القطعة اي مالك سيارة لبي ام دبليو ممكن يشتري هي القطعة من الموقع الرسمي تبع شركة بي ام دبليو. طبعا فيك تدخل على صفحة الجوجل تكتب بي ام دبليو دوت كوم، ممكن تشوف القطعة الموجودة هناك. تكتب اسم القطعة ام بيفورمانس درايف انلايزر. طبعا هي القطعة تشتغل على كل سيارات البي ام دبليو اللي موديلها فوق 2008. هاي القطعة بتعطيك ميزات رياضية للسيارة بشكل كبير، او بتعطيك لوحة العدادات الرياضية للسيارة. رح نشرحها اليوم مع بعض ورح نشوف شو ميزاتها وكيف تربطها بالسيارة. رح نفتح القطعة مع بعض ونشوف شو بيجي بداخل الكرتونة لعلبة هي الام بيفورمانس الادابتر. طبعا انتم شايفين هون اسمها، طبعا الاورجينال. القطعة جنب هاي كرتونة شلون بتجي، وهي هي القطعة. هاي بتدخلها مثل ما بنقول احنا تقريبا انه الجاك تبع السيارة او الادابتر تبع السيارة. هي اسمها او بي دي. كل سيارة فوق 2008 فيها مثل هيك القطعة، بتفحص منها السيارة عن طريق الكمبيوتر مثل الجاك. بتدخل هاي فيها هاي القطعة، وهلا رح اورجيكم كمان وين بتدخلها بالضبط، بمخرج السيارة او مدخل السيارة. طبعا مثل ما شايفين جاي معها كمان اليوزر مانوال باللغة الإنجليزية كيف تستخدمها. نحن نصفح مع بعض. هاي المعلومات، من أول شي بتنزل الابليكيشن عن طريق الموقع الجوجل بلاي أو عفوا أبل كار بلاي. طبعا فيك عندك سوق بلاي وفي عندك المتجر تبع الآيفون. الابليكيشن موجود على الموقعين الرسميين تبعت الاندرويد والايفون. طبعا شارحين لك كمان انه بتدخل لما تنزل البرنامج بتدخل السيريوس نمبر تبع القطعة مشان تختار يقترن الجهاز مع القطعة. هاي نكمل مع بعض نشوف شو التالتة كمان. تعمل ابديت للبرنامج، هاي كمان شارحين لكم بالضبط انه كيف هي منظر الادابتر اللي نحط القطعة فيها. مكتوب لكم اندرويد سمارت فون. شوف الخامسة كمان، الخامسة هاي معلومات انه طبعا لما تصير فيها كونكت لازم يكون في انترنت بتليفونك اول شيء، وبتختار ان هي الاشارة كمان بتضغط عليها مشان يصير لما يصير لونها خضراء معناتها انه الجهاز اقترن مع القطعة. هاي هي المعلومات بشكل عام، وهي شرح عن الابليكيشن اللي بنشرح عليه على التليفون بشكل عام احسن. طبعا كمان بنشوف شو في كمان بالصندوق. في عنا كمان نفس الكتالوج او نفس البروشور بس باللغة الاسبانية، اللغة الالمانية. وباللغة الرابعة ما بعرف شو هي للأسف. للأسف اللغة العربية غير متوفر، بس طبعا بتمشوا حالكم باللغة الألمانية وباللغة الإنجليزية ما بده شي، يعني سهل كتير الموضوع تبعه. هلا خلونا نشوف مع بعض كيف نوصل القطعة بالسيارة وكيف نوصل الجهاز مع القطعة وكيف نستخدم التطبيق هذا بشكل عام. طبعا شوفوا هي ضوء الايدي كيف اشتغل، الايدي كيف اشتغل. هي القطعة مخرج الاو بي دي اللي حكينا عليه، بيجي تقريبا اغلبية السيارات بيجي فيها اسفل المقود. هاي الاجراء خلصنا منه. بعدين بتشغل السويتش تبع السيارة على اول طاقة مثل ما حكينا، بتحمل البروجرام. وهلا رح نشوف مع بعض كيف ممكن نقارن بين او تخلي الجهاز يقترن بالقطعة. ايش مثل ما حكينا مع بعض كيف هلا بدنا. طبعا انا حملت البروجرام مثل ما حكيت لكم على السيارة على التليفون عن طريق سوق بلاي. طبعا تليفوني معنا هو اندرويد. حملت التطبيق
وراح نشرح لك كيف بدنا نشبك التطبيق مع القطعة هاي اللي حطيناها تحت بخارج السيارة. طبعا لو أعطيني باللون الأخضر سيتينج مع بعض. مثل ما شايفين هون بتدخل مثل ما حكينا، بتفوت على الإعداد هذا، بتدخل النمبر اللي قلنا بيكون مكتوب على القطعة، بتعمل له أكتيف. طبعا أنا هاي القطعة متصلة معه ووصلتها بشكل تام. أوكي، نرجع لورا مرة تانية. وهي المعلومات بالسيتينج تبع البرنامج بشكل عام، اللي هي طبعا فيك سجل بنحكي عليه، فيك سجل فيه فيديو، في يشرح لك مثلا المسافة اللي مشيت فيها، شو السرعة اللي كانت بالضبط، أي معلومات بشكل عام. نرجع من هون. طبعا هيك هلا أعطينا إنه الإنترنت واصل، الجي بي إس واصل، إشارة السيارة صفراء. شغل السيارة، شايفين من هون، مشان يشبك البرنامج بشكل عام. مثل ما شايفين صار لون السيارة أو الابليكيشن او شكل السيارة صار لونه اخضر، معناته انه هيك اتصل بشكل عام. رح نبلش بالمعلومات اللي بيعطيها البرنامج. هلا في عنا هي الباور درايف، مو شايفين؟ هلا هي نيوتن متر عزم محرك السيارة، فيك تغيرها. طبعا هي نيوتن متر، فيك تحط مثلا هون الكي في قديش قوة المحرك تبع السيارة، مو شايفين؟ هي انا عم بتعس هلا شلون بيتحرك، بيطلع منها هاي. راح نطفي السيارة أو خليها شغالة أحسن. السير في عندك هون الفيول، بيعطيك استهلاك السيارة للبنزين بشكل عام، وقديش بالأيرو. طبعا أنت بتدخل هاي الأعداد، قديش حق لتر البنزين بالبدولة اللي أنت قاعد فيها. خلصنا منها هاي كمان. مش الأول واحدة كمان، تراك ريس، هاي تراك ريكوردينج. طبعا هي بيكون في عندك حامل للتليفون او تكون كاميرا التليفون، يعني ممكن يكون موجه على ازاز السيارة. احنا نفتح نشوف شو هي بالضبط. هاي عن طريق داتا الجي بي اس عم يعطيهم انه لازم تحرك السيارة، بصير هو بسجل اوتوماتيك وين مشيت، بانو طريق مشيت بالضبط، وبيعطيك تقريبا السرعة اللي انت مشيت فيها بهي المنطقة، وسجلك اياها بشكل عام، بسيب لك اياها بالتليفون فيك تطلع عليها. نعطي يس. هاي فيديو كمان، كمان مثل ما حكينا هلا هو بشغل الكاميرا لحالها، ميزة الكاميرا، بس لازم تتحرك مشان يعطيك هاي الميزة. انا اليوم ما معي ادابتر حطها بالازاز، بس لما انزل مثل حملت التليفون وحطها على ازاز السيارة ممكن اشرح لكم هاي الميزة. هاي الارشيف، طبعا هي سجل هو أول رحلة، بيعطيك مثلا من هون بلشت أنت بالشارع هذا الفلاني مشيت فيه وخلصت منه. هاي بتحطي الريبلاي إذا بدك، الإعادة يعني. نطلع منها نحنا. هاي خلصنا من أول وحدة. الجي درايف هلا كنا فيها، هاي باور درايف كمان نفس الشي. هاي كمان طبعا قوة ضغط المحرك، البيانات تبع المحرك كلها بشكل عام، يعني شيء فعلا بيعطيك امكانيات كثير قويه. تيست درايف هي الشغله كثير حلوه فيه كمان هذا البرنامج. فيك مثلا تعرف تسارع السياره من الصفر للمية، انت بتعطيه مثلا من الصفر للمية تي ستارت. طبعا لازم تمشي بالسياره، اول ما تقلع بالسياره لحاله بصير بسجل، بيعطيك الزمن اللي استهلكته السياره من الوصول من الصفر للمية. هي من 80 للمية وعشرين كمان نفس الشيء. هي كوارتر مايل، قديش زمن قطع السيارة. هاي كمان نفس الشي. هاي بالأرشيف كله طبعا بتسيف هون. هاي معلومات السيارة بشكل عام بيعطيك اياها كمان. يعني هاي هي بدي اشاركون عليها. هاي كمان ميزة كتير حلوة فيها السيارة او البرنامج بشكل عام. بيعطيك التمبراتور تبع محرك السيارة والتمبراتور داخل غرفة الاحتراق بالسيارة، يعني درجة الحرارة. بيعطيك الار بي ام، مثل ما كيف عم بيحرك قوة المحرك، الار بي ام
والسبيد هاي السرعة تبع السيارة كمان بيعطيك اياها. هاي كانت نص سريع على هذا البرنامج انفورمانس. طبعا هذا البرنامج حلو، او اللي ما في سيارته ما فيها شاشة مع سيارة بي ام 4 2008، اذا مركب له شاشة اندرويد في يشبك هذا البرنامج فورا مع مع الشاشة بصير اموره تمام، يعني بصير كأنه معه الانفورمانس او كل المعلومات اللي بتخص السيارة بشكل عام. وان شاء الله يكون هذا الشرح عجبكم، لا تنسونا بلايك وشير واشتراك للقناة، وان شاء الله انا كل شيء جديد ممكن اني جربه واقدر اشرح لكم اياه وتستفيدوا منه بخبركم عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.